تدمج فكرة البوكافيه باسم فيروز؟ أول شيء لأن فيروز بترتبط بالدراسة، بترتبط بالأيام الحلوة، بترتبط بكل ذكرى حلوة، فبتخلي العالم ممكن تكون ذكرياتها بهذا المكان. ديكور اللي ضمن فيروز قابل للبيع، بحيث دائما يكون فيروز متجدد، ما يصير روتيني ممل. احنا الشباب، فئة الشباب اللي نقرأ، ما نلقى هذا الشيء موجود، او حتى وان كانت كافيهات موجودة بها مكتبة، حتلقى بعض الشباب يجون على مود يرقلون، ما يجون على مود فقط على مود المكتبة، او ما تلقى فئات مثقفة موجودة هنا. فأكثر شيء عجبني به المكتبة الموجودة.